يا عمه صرختها حيرة سلطان الدمع والزينب نوح يا زينب آهاته شلون من شافت أخوها حسين مذبوح شوقتها على المصاب حسرتها على الأحباب ينعاها حيرتها بالخيام دكتورة لليتام ينعاها اخلاف خدر الكافل تهمل العين ها اخلاف خدر الكافل تهمل العين هاي عمت السادة ما لهم عين هاي عمت الطم وشوف شو يقول امام شو يقول اذتنا عمتنا اذتنا عمتنا شافت مصايب كثر هاي اختي الحسين يا وهلي هالحيره والشي ما تعليها صارت ويلي صوبية هيبت هاشم نشوف تتغطى بالجفوف يا ويلي تركض تعثر تقوم ضربة وزينب القوم بعد صيح جد الهادي يا مسلمين هاي عمت السادة مالهم عين هاي عمت السادة صيح تعبنا بالأخير تعبنا عمت عيني على زينب والله لسكينة حسراته دمعة السلطان دمعة السلطان تجري الحالي ليتها وينهدي يا عمه وينهدي يا عمه شلون بيك تحمل يتي هاي لي شلون بيك تحمل يتي هاي لا لو صاح الطفل آه عمه شحالك وياه بالبيدة لو داس الجمر صاح عمه تخيلك وطاح بالبيدة لو صاح الطفل آه عمه شحالك وياه بالبيدة لو داس الجمر صاح عمه تخيلك وطاح بالبيدة بعد داس جمر الخيمة يركض الوين داس جمر الخيمة يركض الوين داس جمر الخيمة يركض الوين هاي عمت السادة مالها معين هاي عمت السادة احكي احكي إمامك إمامك الرؤوف السلطان هو يسولف يقول حدت حيلنا زين لسكينة حسراتي دمعة السلطان تجري الحالي ليتام وينادي شنو يا عمه وينهادي يا عمه شلون بيك تحمل يتي هاي لا لو صاح الطفل آه عمه شحالك وياه بالبيدة لو داس الجمر صاح عمه تخيلك وطاح بالبيدة داس جمر الخيمة يركض الوين داس جمر الخيمة يركض الوين هاي عمت السادة مالها معين ليش مالها معين ابو فاضل ما
يا وادم يا وادم قل يا وادم ما صارت بالحب المشتوفة عمت السادة يا وادم يا وادم ما صار بالحب المشتوفة عمت الزادة علوية والواجب كون يتقدس خدرها هاي عادة بعد غيور مو تصعد على النوق صوت الحرة مخنوق ظلمه عقب الهبة والحيل عرج الناقة وتميل من تصعد على النوق صوت الحرة مخنوق يا ويلي عقب الهبة والحيل عرج الناقة وتبيل بعد شو تقول كون جسمه براسه ما رضى حسيه كون جسمه براسه ما رضى حسيه كون جسمه براسه ما رضى حسيان هاي عمت السادة ما له معين هاي بين التعب بيك بين لا تخليني بس انا قل احنا خلنا نقرا وي زين بعد شو قول امامك لا والي اي بويا اي بويا اي بويا يا زينة اي بويا يا زينة عمت عيني عليك ما حد وياك يا زينة اغا 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 لا واهلي ولا حامي ترى من عمتنا شيب حتى الحجاب اي 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 يا عمي يا عمي يا عمي يا يا عمي يا عمي يما والله والله هديت عيننا يا 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 الغريبة يا الغريبة الطم الطمها احب بونة العراق امامك يا يما يا يما يا يما يا زي يا نفس ترى زينب في الخرايب تريد واحد يساعدها يا غيور ليش خاف تبكي وتتعذر وقيل خاف تبكي وتصيح الربا لا والي ولا حامي ترى من عمتنا شيب حتى الحجاب شبيها غيور مسبهية مجتوفة وراس راس على الرمح مرفوع على احباب اي اي حسين لو يدرخ تعباس شافه وزينب الناس ما يرضى بالمجلس عفا شلون تنظر زينب بعيون ما يرضى حسين حسين
حسين حسين حسين بعد جاء سوى ابو فاضل كان شق ثيابه ومات مرتين كان شق ثيابه ومات مرتين هاي عمت الساده مالها معين هاي عمت الساده بين التعب بيك عفا اي والله عفا يا زين هاي عمت السادة ويلي هاي لا والي لا والي ولا حامي ترى من عمتنا شيب حتى الاحجار مسبهية مشتوفة وراس راس على الرمح مرفوع على الاحبار ابو فاضل عذرا مولاي وين لا يدرخ تعباس شافه وزينب الناس ما يرضى بالمجلس عفا شلون تنظر زينب عيون ما يرضى بعد كان شق ثيابه ومات مرتين هاي كان شق ثيابه ومات مرتين هاي عمتس ومالها زينب زينب